عندنا آداب قضاء الحاجة، يعني آداب دخول دورات المياه. هذا هو الشيخ كور رمي دونا قابك مسقولها لو آداب مسقولها لو قالوا. الأصل أن الإنسان لابد له من ستر العورة. وحقفك لقى مرمان أيوة تهي إن عورديس واستره. فإن كان يدخل في هذه الحمامات المبنية الحمد لله يدخل داخل لا يرى أحد. نعم. يقلب عليه الباب. مسقولها إن هذا ينور بسن مدالوين خلص نروح مركه وقالوا ديب ما عندنا ما أركيسه. وإذا كان في الصحراء مثلا يبحث عن شيء يستر من عين الناس، جدار أو شجرة أو سيارة مثلا. هذه أميل بنان شوقه يعني بنان أي تهي وينو الراس هذا وحو يسكو أستره جيد أما ينو شيء يسكو أستره مركز على الغرباء. وإن لم يجد يبعد يكون بعيد. هذان شنو وحو يسكو أستره وفقاني يقفكي. نعم. لا يأتي الحاجة البول الغائط في مكان يؤذي فيه الناس. كما الصحرون يوم مرحة شجدين يوم ميل دتك وكل ما يوم. ولو كان كفار أو أهل بدع. حتى هالنقطة قال أم أهل بدع هالنقطة. فلا يمكن أن يأتي الحاجة في الطريق. وضدك ما الصحرون كرو. في المساجد. مساجد جذيه هذا. في أماكن جلوس الناس أو انتظار الناس مثلا ينتظروا مثلا الباص. الباصات نعم. إن ميلها دتك أي فريستان أما حتى يجواريد كسر السجدة وكله. أو في أماكن يستظل فيها الناس. أما ميلة تطوي هرسدان تحت الأشجار المثمرة جذها مرها مرها له ومرها لقاؤنا في هوس توضا لا يبول في الماء الراكد الواقف الذي لا يجري بيفر يكما كما كاتيو نعم أيضا يختار مكان لأداء الحاجة لا يكون صلب لأنه لو كان صلب يرتد الرشاش عليه وينو مشوا كحا جودين او دورتا ميل اي صوره غلطه هي انان كادي دي اني دي بوغو سولابن يعني ميل قللن او دي كادي سي دغ حسب سبو كلي اي كادي بوغو سولابنيس وان لم يجد الا مكان صلب يدنو من الارض حداو هيري كرن مشا او مويه دولكو اد او دوانيا يحرم عليه البول قائما الا بشرطين قفك إنه استابك شيء وحرام وحن لبشر تكاهين. يعني يصح البول قائما بالشرطين. أما سدس أتسك الله دقو إن استاب لوك شيء وبنان تهاي لبشر تمك وضطه. أن يأمن من انكشاف العورة. إنه الروح آمن كي هاي أو رديس إني في دنتو الله أركه. ويأمن من ارتداد الرشاش عليه. يروح إنه آمن كي هاي إنك هذا قصة لابط. توفرت الشرطين يصح أن يبول قائما وإلا يحرم على البول لا بد شرط هدي له لو استاغ وا لو كاجرا حدا له لنا وحرام لا يدخل الى دورات المياه بشيء بالقران او كتب العلم مسقولها لما جليو وحكم اذا قرانك اما كتبت علمك وينقطع عن ذكر الله وقف وحو كاستاغ يا كغا يا سيده الله سبحانه وتعالى وينقطع كذلك عن كلام الناس لا يتكلم الا للحاجه دتك لما الله يمرك وحاج جودينيو الى ظروف انك انت مويه قبل ان يدخل يقول بسم الله انت انو غلين تخش قف خورن بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث دعاء معروف اتقانان اله يو وحن كان مغن غل يا شيطان كيس لفه كيس ددغا نعم ويقدم الرجل اليسرى في الدخول مركه مسوشه قال يا لغته بيدح واستعمال يا واليمنى عند الخروج ويقول غفرانك مركه وصوبح يا لميدك بو كصوبح يا اسو ورنا اله ويد مداف نعم اذا انتهى من البول او الغائط مركه وروحه كدما دمادو كاده اما سحردا يجب عليه ان يطهر المكان وحواجب كؤه ان ومشى طاهريه نظيفيه اما باستعمال الماء وهذا واضح بين انه بيكو اسجودو أو باستعمال الحجارة أو المناديل أو القماش مثلا أو الأخشاب أما إنه استعماله رقحان استعماله أما إنه استعمال وحي بوسكو ذي قلي كرا نوما لأنك وحان استعمالنا تيششكا إيو وراقه وقلي يشترط في استعمال الحجارة والمناديل أن تكون طاهرة وحالو شردين استعمالك رقحانتا إيو تيشيذ وحالو شردين يا إني طاهريين ولابد من ثلاثة أحجار أو ثلاثة مناديل هذا أقل شيء وحال غرمان قف قوه انه استعماله يسدح دغحان اما سدح تيش وغيران نعم
إلا إذا كان الحجر كبير أو المنديل يعني كبير يستطيع أن يمسح من هنا مرة مثلا من هنا مرة ومن هنا مرة. نعم هدول نوح وين هي أو سدح جهاب لغا استعمالي كرم وأنصحيا أما أوتيشك وين هي سدحنا لغا استعمالي كرم. نعم فإن انقطع أثر البول والغائط بثلاث أحجار بثلاثة مناديل اكتفى بالثلاثة. نعم هذه النجاسة كاذبة يقول قوضه سدح ذا دقحان أم سدح ذا سي تيش وكوكف تومية وإن لم ينقطع ويحصل الطهارة للمكان يزيد الرابع الخامس السادس حتى ينقي المكان. هذه أي كافين ويدو سدح ذا دقحان أم سدح ذا تيش وزياد ثانية إلى مشى وكطهرية. كيف يعرف الطهارة والنقاء؟ سيف روحك قرن كرائن وطاهر نقضي أما مشى أي نجاسة كقضي يرجع المنديل أو الحجر جاف ليس فيه أثر لا بول ولا غائط. نجح مركو استعمال يوم مثلا كان قد بيا وكله وحوص نجح وحو أركيا إنه سوق هذا وح رات كهذا أما السحر هذا رات كذا. فإذا حصل النقاء بعدد زوجي استحب له أن يقطع على وتر، يعني حصل النقاء ورجع المنديل جاف في المنديل السادس مثلا يزيد السابع استحبابا حتى يقطع على وتر. هذه سدح ذا أرحان أما سدح تيش أي كوغوان أو معناها أي كوطاه والروح كوطاه النغضة وأوقف لله الحمد. هذه الزيادة أبهضة وتري بوقوفك يعني ترد وتري قاعد يكوتو جنيا يحرم عليه أن يستعمل المصاحف أوراق كتب العلم الحديث مثلا. نعم استعملها في قطع النجاسة. نعم. وحروح حرام كأه إنه مسقش أو استعماله إنه يسقط طهيريه مصاحف القرآن كوراقه هذا إيو كتبت أهل العلم وأي قرين وراقها يكوبين. نعم وكذلك طعام الإنس وطعام الجن سيدا صوكا للراشين كإنسي يجيني قبا لو ما استعمالك رؤي اللي اسمه طاهرية وكذلك طعام دواب الإنس وطعام دواب الجن سيدا صوكا للراشين كنحوها هاي حولها أنه أن رقرنا حولها جنكو إذا غذان بإن لو استعماله سيدا اللي اسمه طاهرية لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها قفك مركا وحاج قدينا يا قبلة أنا ما نقابل يوم ندبر شهدين أيوه. نعم أيضا